لسه مكملين حلقتنا ستات ما يعرفوش يكذبوا. جه ميعادنا دلوقتي مع مين؟ مايسترو المطبخ. مع مين؟ مايسترو المطبخ شيف محمود سعد. بسلم عليك يا ايمان وبسلم على منى وهبه وكل حبايبنا. بسلم عليكم كل حبايبنا اللي بيتفرجوا علينا في برنامجنا ستات ما يعرفوش يكذبوا. انت قلت ابو هبه؟ فكر وهبه. انت ابو حبيبه قال لك ابو هبه؟ ابصيري اهو. والله اهو كله اسمعها ابو هبه اهو. وكل حبايبنا كل سنه وانتم طيبين. النهارده عامل طبخه بالعدس من ألذ واحلى الطبخات على قلبي. انا بحب العدس البني شكري. جدا العدس ابو جبه جدا شكري. فمعمول النهارده بشويه توابل بسيطه كده. هو طبق هندي قوي بس يمشي معانا جدا. يعني للي بيحبوا العدس وللي بيحبوا الفول. انا قلت اسمه بالهندي على فكره وانا بقدم الفقره النهارده. هو دل بالهندي. برافو عليك. هو اسمه دال فعلا. وعامل جنبه سلطه زبادي تمشي جنبه. وجايب شويه عيش بلدي هقطعهم كده وحمصهم. الله. واخد طبق لوحدي بقى كده ايه على اذان المغرب ان شاء الله. نقول مقادير اول وصفه. يلا بينا. يلا نقول مقادير اول وصفه. عدس بجبه يعني حوالي 3 4 كوبايات. بصلايه مفرومه. فصين ثوم ومكعبات بطاطس. بحتاج بطاطسايه مثلا. و مكعبات طماطم ومعلقتين من صلصة الطماطم. كزبرة خضراء يعني شوية. ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة وقرن فلفل حامي ورشة شطة على رشة كركم وشوية جنزبيل والعيش البلدي للتقديم. والتوابل دي هي اللي بتأكلك. هي اللي بتفتح نفسك. ماشي؟ حصل. بس هنكر. عايزه اقول لكم حاجه على السمك اللي عمله محمود امبارح. اصر ان انا ادوق ولا روعه اللي هي الصياديه دي بطريقه محمود. بالهنا بالهنا. الابيض وعامل جنبيه. لو شفتوا الحلقه طبعا اللي شافوا معانا امبارح وهيشوفوا على صفحته الجزر. الجزر اللي مشوحه في شويه جنزبيل مع عسل النحل مع كرفس. وعصير برتقان. وكان في كمان رشه الجنزبيل ومعلقه العسل. وحول الجنزبيل لاكنك بتاكلي بطاطا. عجبني جدا. وكان يعني من الحاجات المفيده. السمك يا جماعه برضه السمك البلطي المصري بتاع بحيره ناصر برضه. لا يعني لا يقارن. حلو قوي. بنحط معلقتين من الزيت. ماشي. ممكن زي ما تحبوا. حابين تستخدموا زيت زيتون او سمنه او زيت عادي. كويس. وبنشوح البصلايه بالشكل الجميل ده. وفص الثوم مع البصلايه. خلاص. واول ما الروايح الحلوة تبدأ تطلع محتاجين معلقة وتروحوا لعشاق البطاطس. الطبق العدس ده أنا بحبه في كل أشكاله. يعني العدس أبو جبة عموما يعني أنا بحب العدس أبو جبة في الكشري المصري. بحبه في المجدرة. في بلاد الشام بحبه. في طبق بيتعمل في إيطاليا وبيتعمل بالسجق الايطالي. وبيطبخ بالجزر وبالكرفس برضو. ده انا كنت عملته هنا قبل كده برضو حلو جدا. وده الطبق الهندي الجميل. ده من الاطباق الحلوه تنفع فطار وتنفع غدا. خلاص. بس للي ما بيحبش الشطه ممكن يشيل الشطه تماما. اتفقنا؟ بتعملي ايه؟ الفلفل ده هتعمل بيه ايه؟ هوريكي دلوقتي. اساعدك. طب تحب اقطع لك حاجه ونخلص؟ عايز الحق البصل اهي. ايوه اهو البصله ابتدت تاخد لون. نحط الكمون ونحط كمان شويه كركم وشويه كزبره ناشفه ورشه جنزبيل مع رشه فلفل و قرن فلفل احمر مفروم. ونقلب تقليبه سريعه كده. افتكرت ان ده كاري. لا ده كاري باعتبار هندي بقى وبتاع. تعالي قلبي بقى شويه على ما انا اقطع لك الطماطمايه. ناخد ريحه قويه قوي. ريحه قويه. شيف محمود العدس اللي هو الهندي او الدال بيقدموا جنبه سلطه نعناع كده ساعات. مش قصاص هي دي اللي هو عاملها النهارده. هو لا الثانيه نعناع خضره خالص. بصي هم بيضربوا بيجيبوا ربطه إيه؟ بيجيبوا ربط. انا جاي لك حالا. عايزاها لاسباب ثانيه يعني اكلات ثانيه.
لو يعني ماشي اهو اهو. ايوه ايوه نعناع وزبادي صح؟ هو ده نعناع بس. هو ده نعناع وزبادي. ما انا جاي لك في الوصفه اهو. بصي بقى الصوص الاخضر اللي بيتقدم جنب الحاجه في الهند غير الزبادي الاخضر. صلى على النبي صلى على النبي صلى على النبي. اهدوا استني بس. بتجيبي نص حزمه كزبره خضراء على نص حزمه ورق نعناع تحطيهم في كبه الخلاط وتضربيهم مع سنه من عصير الليمون. يتضرب بيبقى معجون اخضر، في منه بيتقدم كده وفي منه بياخد تاخدي معلقه تحطيها على الزبادي. ايمان صح؟ اه ما احنا مش مختلفين. وهبه صح؟ الاثنين موجودين. بس انا كان قصدي اللي من غير زبادي مع فص توم بقى. فيها حاجه دهنيه انا مش عارفه هي ايه. معلقتين زيت يمكن. زيت ممكن. زيت زيتون ممكن. معلقتين زيت اي زيت خلاص. والطم انت ايه انت بقيتي خفتي على الطماطم. هي بقى التشويحه تشويحه البصل مع الطماطم بتطلع حلوه قوي وبتطلع ريحه التوابل. هفكركم بالطريقه. الطريقه عباره عن ايه؟ عباره عن بصلايه مع قرن فلفل، انا اسف، بصلايه مع فصين ثوم، بنشوحهم مع معلقتين زيت، بنحط رشه كمون ورشه ملح ورشه كركم وشويه من الشطه وسنه ملح وسنه من الفلفل الاسود. في حاجه تانية؟ مفيش حاجه تانية. نحط بقى ايه؟ صلصه. حطينا الطماطم دبلت وخدت اللون الجميل ده. نحط معلقتين من الصلصه تدي لون بقى، تدي لون حلو. تقول لنا تاني او ايمان تقول لنا حطيتوا ايه بقى في الحله تاني. طيب بصلايه مع فص توم ومعلقتين زيت شوحناهم وحطينا التوابل الاتيه: كزبره ناشفه، كمون، ملح، فلفل، شويه من الكركم وسنه صغيره من الجنزبيل. حلو الكلام ده؟ الله. ونحط قرن فلفل تاني كده. يا نهار عشان الحبايب على شويه كزبره خضراء. حاجه حراقه قوي ما تحطش بقى الفلفل ده. على شويه كزبره خضراء وكزبره خضراء من الاسرار بتاعت الوصفه الحلوه. ونحط كمان بقى ايه شويه البطاطس الحلوين دول. متقطعين مكعبات ومنقوعين في الميه عشان ما يسودوش. واول ما نقلب التقليبه الحلوه. قريت افكار يا شيف محمود. ايه اللي حصل؟ ان الصوص الاحمر الجميل ده قلت ايه؟ طب انا لو مش هحط عليه عدس احط عليه ايه؟ قلت ممكن بطاطس، ممكن بتنجان، ممكن حاجات كتيره جدا. بس انت ده بتاعك اللي هو العدس الهندي. بس انا قصدي الصوص حلو قوي. الصوص حلو قوي. ده الصوص ده حلو قوي يا جماعه. ده مع مكرونه يبقى تحفه. مع مكرونه بدايه الصبح كده مع الصوص ده ويبقى شكشوكه لحمه مفرومه. حته لحمه متعصجه ممكن افكار لرمضان. ايه خلينا في العدس يا محمود. الله يخليك. خلينا في العدس. انت عشان بتحب العدس. خلينا في العدس. كلنا بنحب العدس. مين ما بيحبش العدس؟ العدس ده من الطريقه الهندي دي كان من احلى الاكلات اللي انا بحبها الحقيقه. انت سلقه الاول ولا نقعه بس؟ هقول لك بقى اهو جاي لك في التفصيله. دايما ايمان سابقاني بخطوتين. بحاول امنع. بتحطي شويه من الميه كده و تشم ريحة الحلوة إيمان كده. حسيتي إن ريحتها مش محتاجة أي حاجة تاني ودقتيها وطعمها كمان مش محتاج أي حاجة تاني. تاخدي العدس وتحطيه على الخليط. وده مسلوق من قبل كده؟ ده مسلوق بقى من قبل كده بالظبط. والسلق سلقة كاملة مش نص سلقة يعني ولا شوية شوية؟ تلات أرباع سلقة. تلات أرباع عشان يكمل سواه. عشان يكمل سواه مع بقية الطبخة بتاعتك. قلبيه بقى تقليبة حلوة ما تقلقيش. اجيب لك فوطه. لا 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 تمام ماشي. واخدين على كده ماشي. برافو عليكي. ايوه في ريحه حلوه طلعت قوي. هي ريحه بقى جميل مع الكركم. هو كركم؟ كركم ولا كاري؟ بصوا في خمس توابل اتحطوا في الوصفه دي. قولي ورايا. ملح وفلفل وجنزبيل وكركم. ادي اربعه. ملح وفلفل وجنزبيل وكركم. طب شيلي الملح والفلفل دول. شيلي الملح كزبرة. شيلي الملح والفلفل خلاص. خلينا كزبرة. نتكلم كمون وكزبره ناشفه وكركم وجنزبيل وفلفل. حطي الفلفل بقى وخلي الملح على جنب. خلي الملح علينا. بصي بقى الوصفه دي نغطي دي بقى كده خلاص. نغطيها يلا. 100 100 برافو عليكي. وادي وصفه الوصفه بتاعتنا. تحسي ان هم شويه عدس متدمسين طالعين معاكي واخدين اللون. قوام اختلف خالص. اللون المصفر بتاع دي البطاطس اللي عامله كده ولا انت حطيت فول منشوش؟ هي الوصفه ده العدس بالبطاطس بالكزبره الخضراء مع كل التوابل وتسبيكه الطماطم اللي عملناها بكل التوابل. ما حطيناش اي حاجه بس مجرد ان هو اتحط على نار هاديه واتكمر الكمره دي فطلع معانا طبق العدس بالحلاوه وبالجمال ده بالعيش الجميل ده برضو. وتعملي ايه بقى؟ جيبي طبق
وتحطي العدس في طبق جويل. ها طبق جويل يا شيخ محمود، اعترف هو طبقنا والله، هو طبق الستات اللي جويل والله. لا هو اللي بنلاقيه في هو موجود من زمان بس بينساه. ماشي يا ابو حبيبي، بنساه في النيش. ماشي يا ابو حبيبي، ما تحطوش في النيش. في القايمه ده، في القايمه. ايمان بقى قولي لي، بتحبي انت الحاجات السبايسي صح؟ قوي. ماشي، وانا عشان كده استغربت انك ما حطيتش كاري. انا حاسه ان ممكن لا حطيت. تركيبه الكاري هي الخمس توابل دول. ايوه كويس. بغض النظر عن حمص محمود ولا كده كتير، يبقى جميل، يبقى جميل قوي قوي. ممكن انت لو حبيتي تحطي مثلا يا ايمان وصفه حاجه اضافيه فيها لحوم على الطبق ده، تحبي تختاري ايه؟ لحوم مثلا مع العدس؟ لا ممكن لحمه مفرومه مثلا. انا بالنسبه لي سجق يبقى هايل. انت ايوه طبعا كمان. ليه؟ ما هو العدس بروتين يا جماعه، العدس بروتين ده كده. يعني مثلا على فكره نووية. اسكندريه في ناس بتعمل العدس بالسجق. طب انا اقول لك حاجه، احنا ممكن بدل ما نحط عدس اصلا نحط سجق مع الصوص الحلو والخلطه الحلوه. بحب الاكل قوي. عشان نهدي بقى الموضوع ده، نهدي الموضوع ده ما بينهم كموزعات وما بين العدس والشطه. بتقول لك انت قربه انك عارف، بقول لها هو شاف عليك. انت اللي عرفتي مين شاف القربه رزق برضه. وتاخدي معلقه زبادي مضروبه حلوه كده وتبداي. بص يا منى انا هويتي، حطي شويه من الزبادي. ايوه الناس لاحظت على فكره. انا امبارح اكلت نص رغيف فول من عربيه في الشارع في طريق الدائري بزيت حرب مخلل في كيس بلاستيك كده من اطعم مكان. انت جريتي طبعا. شوية اكيد من اكيد لذيذ طبعا. مع احترامي للعدس يعني. الفول المعمول بزيت الحرب في العربيه. مع سنة فلفل صغيره. احنا هنا هنعمل سلطه الزبادي. بس فاتك السمك اللي عمله محمود. جريتي وما دقتيهوش. بص بقى انا هسيب ايمان تبدع في طبق السلطه ده وتقول مقاديره. ده يلا بينا، ده يلا بينا. ده زبادي. استني استني وطوم. قولي بالترتيب اللي على الشاشه بقى عشان تبقى الدنيا مرتبه شويه. يلا بينا. سلطه الزبادي، 4 كوبايات زبادي، النظر بعافيه. ايوه انت زنقتها. ومعلقتين بصل اخضر او عادي وقرن فلفل حامي وحزمه كزبره خضراء ممكن تبقى نص حزمه وفصين ثوم ومعلقه كمون وعصير ليمونتين. حلو قوي. اتفقنا. ممكن اضيف حاجه؟ ايه؟ نعناع ناشف لو عندنا. لو عندنا ماشي. خدي المضرب ده ووريني بقى هتعملي الوصفه الحلوه دي ازاي. يلا بينا. هي دي اللي انت حطيتها على العدس يعني؟ اتعلم من سلطه الزبادي. لا لا ده زبادي خام. استاذن سيادتك يا شيف محمود بعد اذنك يا ملك. ايوه تديني ربع رغيف. عينيا بعد اذنك. عينيا. قولي لنا بتعملي ايه. حطينا بصل ماشي وثوم مفروم حلو وبصل اخضر. لا استني ده قرن فلفل حامي. ده قرن فلفل حامي ماشي. ودي ايه؟ كزبره خضراء. كزبره خضراء. حطي نصهم بس. ماشي ماشي. وملح وفلفل رشه ورشه. رشه. تسلم ايديكي. وادي الفلفل. ده كمون. بس ما تكتريش من الكمون لان احنا عايزين نحب وصفتك. ها تقليبه حلوه بقى والله يا جماعه، بترفعوا معنوياتي في اشهادات في الكنترول. تقليبه حلوه. ايوه يعني انت عامل سلطه الزبادي فيها بصل؟ فيها بصل. وجود البصل والثوم والفلفل الحامي في السلطه دي مخليها لوحدها مع ربع رغيف عيش بلدي يخلي الموضوع هايل. وكزبره الخضر. كزبره هي بتاعتك اللي بتحبيها دي. شويه مخلل المانجا بقى. على فكره يا جماعه لكل ستات البيوت اللي بيسمعونا موضوع مخلل المانجا ده عشان في دول اسيويه كتير جدا بيعملوا بيخللوا المانجا. مانجا مانجو تشاتني. وانا في مره من المرات واحنا في موسم المانجا لان احنا بلد المانجا هنخليها نجيب مانجا كده تبقى خضرة شويه ونعمل المانجو تشاتني دي مع بعض لان تبقى حلوه وحلوه جدا مع الاكل وبتاكل وهي ما تبقاش فيها سكر كتير. خلاص بس هي حلوه مع الاكل الاسيوي يا شيخ محمود مش مع كده المصري. انا بعشق انا عايشين بالاكل الاسيوي. حتى برضو الحلو بتاعها. سلام يا سلام يا سلام. لا لا ايس كريم الحبهان برضو ما تحبوش غير وانت واكل اكل اسيوي. تفهمش ليه بس بقى. دي حقيقه دي حقيقه. تسلم ايدك. الف هنا على طبق سلطه الزبادي الحلو ده. انا هبدا بالزبادي. و الف هنا. خدي يا ايمان خدي خدي مني الفلفل الحامي. هيزوقها بالفلفل. خدي مني دول كده بايدك الحلوه. زوقي طبقك. ماشي زوقي طبقك الجميل بس يا استاذ عشان السيمتريه. كفايه يا استاذ. كفايه حامي. بس واع وشويه العيش الحلوين دول
البلدي جنب طبق العدس. انت رحتي بعيد كده ليه؟ هبوظ الديكور. اظبطيها تاني. هبوظ الديكور. هعمل لك اظبط لك بس الديكور. هاتي طبقك انا هديكي شويه. خلاص خلاص خايف على الديكور. عدس عدس. خلاص خدي عدس. هاتي طبق عدس. انا قنوع. هاتي بس انا جدايا اهو. عندنا شويه عدس اهم. دوقي وقولي لنا ايه رايك بقى شويه العدس دول. وكان لازم الزبادي يبقى جنب العدس ده عشان هو فيه سبايسي عشان يطري علينا. الزبادي ما حصلش. الف هنا. الف هنا على الف هنا. عشان ايه؟ عايز ورق عنب قلب بصل. ايوه بحب ورق العنب بالزبادي قوي. طبعا يفرق كتير. بصوا الحلاوه بقى. بحب كمان ورق العنب اللي جواه لحمه مفرومه. بيتعمل باللحمه المفرومه. انا بقى الطبق ده بالنسبه لي يا جماعه حاجه من الحاجات الحلوه قوي. انا هعمل كده اهو واروح على هبه بقى اهو. دوقي يا هبه بقى. معمل التجارب. دوقي ووريك. معمل التجارب بتاعك. ايمان تسلم ايديكي. تسلم ايدك انت يا شيف محمود على الوصفات الحلوه والاكلات الحلوه. تسلم ايدك وجميله وبسيطه وفيها كل حاجه. بروتين اهو. بروتين ولا مش بروتين؟ وهو عجب هبه كمان. ميه ابعتوا لها ميه. ثانيه. ايه بقى؟ روعه البهارات. ابداع. الف هنا. تسلم فهم. بالهنا بالهنا. تسلم ايدك يا شيف محمود. شكرا يا بنات. تسلم ايدك. تسلموا وشكرا كل الناس حبايبنا اللي تابعونا النهارده في حلقتنا ونشوفكم بكره ان شاء الله على خير في حلقه جديده. الستات ما يعرفوش يكذبوا يومكم. هادي ونادي يا رب. فيها ليمون مخلل.